سرطان الثدي بقى نصيحه او حضرتك برضو بتواجهي السيدات بشكل خاص؟ الغذاء ثم الغذاء ثم الغذاء. احنا عندنا في 10 اطعمه ممكن تحمي واطعمه تانية ممكن تزود. خلينا في التفاؤل ونقول اللي تحمي. يعني لو انت عايزه توصيه كده هنقول الطماطم، هنقول الرمان، هنقول الخضروات الطازجه، هنقول الفاكهه ذات الالياف، هنقول زيت الزيتون من هنا عادي 10. اوكي زيت الزيتون بنستخدمه بدل الزيوت العاديه في عدد الطعام. المشروم، الشوفان، طريقه الطهي بقى بتاعتنا نفسها، نقلل كل المقليات، نقلل التسبيكات، اللحمه مشويه اوكي بس بلاش مشويه على الفحم. ليه؟ الفحم نفسه ده بيعمل تفاعلات وحاجات كده ومواد كربونيه وبتاع هي هتضر، فبلاش مشوي فحم. اوكي جريل، ماله جريل؟ جميل جريل. اوكي لازم على الاقل ان احنا يبقى بناكل من 3 لـ5 وجبات في اليوم فيهم الياف وفيهم البان، بس بلاش الالبان الكامله الدسم، وبلاش الخليط الدسم. ما بقولش خليط دسم، انا عارفه ان خليط دسم طعمه مش ظريف والكلام ده كله، مش بس كده ممكن ما يساعدش على امتصاص الكالسيوم وبتاع. النص دسم كويس قوي، والنص دسم مش لازم تجيبيه نص دسم على فكره. نص دسم عارفه اللبن بتاعنا المصري العادي الحليب بتاع اللبان عادي جدا، لو غليتيه وشلتي القشطه بتاعته ده جميل قوي، بيكون افيد من كامل الدسم اللي بيتباع في عبوات الشركات. بالظبط بالظبط. يعني لو مش قادرين نشتري ده عندنا حلول كتير قوي. بصي هي شرب الميه عموما ده شيء مطلوب ولازم للبشره للكلى لغسيل الجسم من السموم، نضاره البشره نفسها، جفاف الجلد، جفاف الشعر، كل حاجه. الميه ده شيء مهم جدا، 80% من جسمنا بيتكون من ميه. وشرب الميه ما هوش بقى اللي انا هقول لك ان هو لازم تشربي من 6 لـ8 كوبايات، اشربيها على قد ما تقدري. بلاش بقى يعني، بصي انا ما بحبش كلمه بلاش، يعني انا بحب كلمه نقلل على قد ما نقدر. التدخين، الاكل الدسم، العادات الغذائيه السيئه. يعني احنا للاسف مثلا بتلاقي معظم اولادنا قاعد بياكل قدام التلفزيون وما بيتحركش الكلام ده. لازم نشجع على الرياضه. على فكره قريب قوي المعدن انا اطلق ماراثون ده جديد. يعني ان شاء الله انا قريب جدا. يعني